الأستاذ محمد أو المكون مسلمين من الأساس. الأساس لم يكن بالنسبة لي مجرد سنين تصديق عمر، ومن أن من قال تكون العرب رب أخي لك ينبغي أن الأساس هو أخي لزمان تزامنا عشنا قريبا من مكتوم الله حوالي 60 عاما. دخل كلية الرصاص بعد مسكت رغم انه قانون سنه ولكن تاخر في فرق الرؤوس بسبب دخول المدرسة الأولية ثم المدرسة الثانية في المنزل تعلمت بجميع قراءتهم تابعوا في القرن ذكر في كتابه ثم لم توثق الصلة بيننا عينتم معيدا سنة 1963 وعين معيدا سنة 1964 وعملنا دورة الماجستير في مهملين متجاورين عمل هو مع أستاذنا الدكتور أبي المنتصر الله عليه وعملت أنا مع أستاذي المنظم الأستاذ الدكتور حسين سيف. عشنا من 44 إلى 36 سنوات كان يتحفنا فيها السردين الذي يقدره من مدته الشهير بهذا كله. ثم وفدت في الدراسة سنة 46 إلى لندن وتبعني هو في مكسيكو إلى كامبريدج سنة 47 عدت سنة 49 وعاد هو سنة 50 وبقينا نحن في قسم النبات وكلية العلوم من 50 إلى 54 فقد تقريبا قطع منه داخل الجامعه وخارج الجامعه تقريبا من الجامعه 11 عاما 3 سنوات في المجلس الاعلى للعلوم سكرتير عام مساعد المجلس 4 سنوات مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم في جامعة وأربع سنوات في جامعة صاحب البيت. وعدت أنا 11 سنة في مصر في المجلس الأعلى للعلوم 5 سنوات و2 سنوات في واشنطن. عدنا بعد ذلك أولا هو سبقني في المجلس الأعلى للعلوم أنا تبعته سكرتير عام مساعد المجلس يوم ما ترك المجلس 59 ل 61 سنة سكرتير تركت المجلس القصاص في أثناء كل هذه الفترة أنشأ مدرسة علمية متميزة في قضايا أراضي البلد والقصر. كلمة القصاص لم تكن قد برزت على السطح حتى عام 1964 بعد فترة الجفاف الشديد التي مرت بها
73 طلبوا من الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي عن أثر الجفاف على القارة، وسمي مؤتمر التصحر، وطلب من برنامج الأمم المتحدة، وكنت في ذلك الوقت نائب مدير البرنامج، أن يشرف على إعداد المؤتمر وأن يعد هو المؤتمر، وطلب الدول الإفريقية باعتبار إفريقيا أن أكون أنا سكرتير عام المؤتمر. أول مهمة واجهتني هي كيف أستفيد بعمالقة العلم في الذين يعرفون أكثر مني في قضية التصحر. كان لجأت إلى أخي الدكتور رصاص والتقى مع زملاء كثيرين له من العلماء الأفذاذ في قضية التصحر، جلبرت وايت في أمريكا وهارولد ريتني في أمريكا، شاك ماندو في أستراليا، دكتور كوفدا في أجزيتي، عدد لا أدى له من كبار العلماء، اشتركوا في وضع خطة عمل برنامج الذي تصدر عن برنامج المؤتمر الأمم المتحدة للتصحر لمواجهة التصحر. كان أهم ما في هذه الخطة أنها قدرت الخسارة التي تحدث للعالم نتيجة التصحر 42 مليار دولار سنويا، وأن قيمة الجهد وكلفة الجهد لمواجهة هذه القضية 2.4 مليار دولار سنويا. وجه القصاص المجتمع الدولي كله بهذه القضايا، ومعه هذا الفريق من العلماء. أقر المؤتمر الخطة، ثم تبعته مؤتمرات عديدة في الأمم المتحدة، وكان التقييم الذي صدر بعد المؤتمر بسنوات أن أحسن مؤتمرات الأمم المتحدة إعدادا علميا كان مؤتمر بسنوات. وأعتقد أن الفضل الأكبر في هذا يرجع إلى أخي الأصاص. إنشأنا وحدة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ البرنامج بقدر الإمكان بالميزانية التي كانت من بعض. وأشرف الأصاص هذا العمل إضافة إلى الكثير من الأعمال الأخرى التي عاونني فيها عندما أصبحت مديرا تنفيذيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمدة 17 عام، لم يكن عاما واحدا، ظل مثابرا للمعاونة والنصيحة إلى أن تركت الأمم المتحدة للبيئة سنة 92. في ذلك العام مؤتمر ريو دي جانيرو قمة الأرض طلب أن تبدأ الدول التفاوض للوصول إلى اتفاقية دولية لمواجهة قضية التصحر. لم يجد العالم خيرا من القصاص ليكون مستشار هذه المفاوضات التي استمرت 2 أو 3 إلى أن أقرت الاتفاق، ثم ظل مثابرا على معاونتي في تنفيذ الاتفاقية إلى آخر رمق في حياتي. القصاص كان قمة في كل شيء، كان قمة في العلم، كان قمة في الأدب، كان قمة في اللغة الإنجليزية، كان أهم من كل ده قمة في التواضع. يعني لم أشعر في يوم من الأيام أن هناك عالما بهذا المستوى
يتميز بكل هذا الطوار وكانت نوعا الى ابعد الحدود من الامور الغريبه جدا من الاشخاص من كان المستشار المدير منظمة الأمم المتحدة للبيت والمكتوب رئيس الأمن رفض أن يتقاضى مكافأة أكثر من شهر كل عام رغم أنه كان يعطيني من 3 أشهر و4 أشهر لأنه له تكلفة السفر فقط ويرفض أن يحصل على مدين واحد إضافة إلى المتفق يعني الكفاءة والقناعة والعلم ولعل من أفضل مقال الأشخاص يوم حصل على جائزة الدولة جائزة الأمم المتحدة للبيئة هي لما كانت اسمها جائزة الرابورت بعد الفرقين بعد ما كانت دخل الأمم المتحدة في نيويورك وكان بيقدم الجائزة باستمرار فوقف الأشخاص يقول لبلد أن استخدام عندي كأني بك سيدي السكرتير العام توجه رسالة إلى كل الأطفال الفقراء في العالم لتقول لهم هذا واحد منكم لم يمنحه شظف العيش ولا قسوة الحياة من أن يدخل شاملاً إلى الأمم المتحدة ليحصل على جائزتها في مجاله. لم يكن هناك أجمل من هذه الرسالة يوجهها إلى أطفال العالم. أساس لا أستطيع أن أفي حق الأساس في تقدير ولكن كل ما أستطيع أن أقول أنه أطعني أساس كان اثنين من أعز أصدقائي أصدقاء في أسامة كولي ومحمد الأساس وكلاهما اتكل على الله وحرمني من مودته وحبه ودائه وعلمه ونصره كل ما أبوه أن يتغمده الله برحمته ورضوانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوى وأن يقدرنا على تحمل فراق محمد بن الخطاب الصادق شكرا.